طبعا راح نستخدم ان شاء الله برنامج جليت اللي كنا نستخدمه قبل لكتابة البرنامج. احنا طبعا كاتبين، وكتبت انا قبل جزء من البرنامج هذا، اتفقنا اساسا مخلصين منه منتهين، اللي هو البرنامج اللي يقرأ الوزن والطول. يقرأ هنا عندنا الوزن ويقرأ عندنا الطول، وبعد كذا يحسب لنا البي ام اي. الآن الخطوة التالية هي جملة الـ if statement أو الجملة الشرطية. والطريقة اللي نكتب فيها بالجملة الشرطية هي بالضبط الطريقة اللي كتبنا فيها هنا، يعني ترجمة جدا قريبة من، أو الكود راح يكون جدا قريب من الكود هذا، ولكن مع بعض شو اسمه، ولكن كود يعني strict أو formal أكثر، يعني بحكم أننا راح نكتب بلغة الجافة. طيب هنا كتبنا إذا الـ BMI أصغر من 18.5 فإنك اطبع لنا underweight. فهنا راح نقول if، هذه الطريقة، if BMI أصغر من، زين، أصغر من 18.5، زين، فإنه شو اسمه system dot out dot، طبعا هذه طريقة الطباعة زي ما قلنا قبل، dot println under weight، مضبوط. طيب الآن هذه الحالة الأولى، if ال BMI أصغر من 18.5 فإنك اطبع لنا underweight. طبعا نحط هنا شوي مسافة هنا عشان نعرف إنه هذه تبع ال if. بعد كذا وش كتبنا حنا هنا؟ كتبنا وإلا إذا ال BMI أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5. خلونا نكتب الشيء هذا، else، وإلا إذا، مرة ثانية if، تذكر، وإلا إذا، زين، else if، هنا else if، فكان القضية هي بس ترجمة يعني شبيهة، يعني بترجمة من العربي للإنجليزي، زين، else if، فكتبنا else if الـ BMI احنا قلنا هنا أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5، إذا الـ BMI أصغر من 25 و and أكبر من 18.5، زين. طيب طبعا احنا ما قلنا هنا اكبر من، قلنا اكبر من او يساوي، زين، فتقدر تكتب في الجافا شيء زي كذا، اكبر من او يساوي، عفوا، اكبر من او يساوي 18.5. طبعا اذا كان الوضع هو هذا، يعني اذا كان البي ام اي اكبر اصغر من 25 واكبر من 18.5، فانك اطبع لنا سيستم دوت اوت دوت برنتلن، زين، ونطبع هنا نورمال ونسكر شو اسمه التنصيص. نفس الشيء هنا، else if BMI، الحالة الثالثة، إذا الـ BMI أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25، BMI أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25، أكبر من أو يساوي 25، فإننا نبغى system dot out dot println، وهنا نطبع كلمة over، أو خلنا over، طبعا تقدر تطبع زي ما تبغى، بس يعني فضلا تكون capital overweight، وفي الأخير آخر شيء، وإلا إذا الـ BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك تطبع obese، زين، else if BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك اطبع system dot out dot println obese. طيب
إذا بكل اختصار اللي قلناه هنا، إذا الـ BMI حق الشخص أصغر من 18.5 اطبع underweight. إذا الـ BMI بين 25 و 18.5 يعني أصغر من 25 وأكبر من 18.5 فإنك اطبع لنا normal. إذا الـ BMI بين 30 و 25 يعني أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25 فإنك اطبع overweight. إذا الـ BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك اطبع obese. طبعا في مجموعة ملاحظات هنا مهمة ما زال تنقصنا، يعني الترجمة ما زالت غير كاملة. أولا لازم الشرط حق الـ if statement زين يكون بين قوسين بين أو بين هلالين، هذا هو الشرط، هذا هو ما نقصد بالشرط زين. بالضبط اللي احنا نسويه انه إذا تحقق الشرط اللي بين القوسين فإنك نفذ العبارة الموجودة هنا عندنا. نفس الشيء هنا، إذا تحقق الشرط اللي بين القوسين، خلونا نحط الأقواس مرة ثانية، إذا تحقق الشرط اللي موجود بين القوسين هذولي فإنك نفذ لي عبارة الطباعة. ونفس الشيء هنا، ونفس الشيء هنا برضو، نفس ال حطيته هنا قبل الإف، لا هو في الحقيقة هنا. طيب معليش، الشرط هو اللي بعد الإف طبعا أكيد، هذا هو الشرط. وهنا عندنا نفس الشيء شرط هنا، هذا هو الشرط. إذن هذا التغيير الأول، يجب أننا في الشرط لما نذكر الشرط أن نحطه بين قوسين زي ما أنتم شايفين هنا. التغيير الثاني انه في الجافا ما تستطيع انك تستخدم and زين، وانما تحتاج او ما في operator في الجافا اسمه and، وانما الاوبريتور هو هذا، هو معنى هذا and زين. فمعنى الاوبريتور هذا and، فبدل من ان نكتب and اللي كتبناه احنا طبعا بالعربي و هنا في الشرط زين، بدل من نكتب هذه نكتب and الحرفين هذولي زين. وهم غالبا يكونوا موجودين في لوحه المفاتيح فوق رقم 7، شيفت ورقم 7. فاذا هذا اوبريتور معناه اند مضبوط، او و لوجيكال اند. نفس الشيء هنا راح نغير نقول هنا اند. طيب الى الان باقي لنا حاجه اخيره، وهي انه هنا نقدر نقول هنا مثلا تقول انت اذا ال بي ماي اصغر من 25 واكبر من او يساوي 18 زين. لكن هنا في الكمبيوتر لازم، او في الجافا لازم تذكر البي ام اي في كل مره تقارن فيها. فاذا لازم تقول اذا البي ام اي اصغر من 25 والبي ام اي اكبر من او يساوي 18.5. نفس الشيء هنا تقول اذا البي ام اي اصغر من 30 والبي ام اي اكبر من، هنا نكتب بي ام اي اكبر منه يساوي 25. اذا دائما في المقارنه تكرر الفيريبل او المتغير اللي راح تتم المقارنه معه زين. طيب الان انتهينا من كتابه البرنامج. البرنامج راح يقرا لنا الوزن، يقرا لنا الطول، وبعد كذا ينفذ لنا الشروط هذه اللي هي عبارة عن مبنية على البروبلم أو المشكلة اللي وصلتنا، اللي هي المشكلة هذه زين. إذن الشروط اللي كتبناها احنا هي مستخرجة من المشكلة اللي وصلتنا، بناء على المشكلة قمنا بكتابة الشروط هذه. كتبنا أولا كسودو كود أو ككود يعني مقارب لنا حتى نفهم المشكلة ونعرف. بعد كذا حولنا الكود هذا إلى برنامج بلغة الجافا واستخدمنا فيه الـ if statement زين. طيب راح خلي التنفيذ في فيديو قادم، أعطيك فرصة تقرأ تشوف كيف الـ if statement تشتغل، كيف الـ if والـ else موجودة، كيف الـ conditions موجودة. حاول تفكر كيف أنت شخصيا، يعني لو جيت تخيل كيف الكمبيوتر لما يجي ينفذ البرنامج كيف راح ينفذه زين، كيف وش الأسطر اللي راح ينفذها مثلا، يعني أقصد هنا مثلا سطر 11 سطر 12
12 طبعا ما في شيء، ما في شيء ينفذ اصلا، لكن 13 فوش الاسطر اللي راح ينفذها؟ يعني تصور قيمه مثلا، خذ لك قيمه، خذ لك طولك ووزنك مثلا انت شخصيا، احسبهم، شوف كم يطلع البي ام اي، بعد كذا شفت اي واحده من هذه تبي تنطبع زين، بناء على السؤال يعني اللي جانا، وشوف وش الاسطر اللي راح تتنفذ الجمله الشهر، كيف راح يتنفذ البرنامج، حاول تفكر شوي بس، بعد كذا انتقل للفيديو القادم عشان تشوف ان شاء الله نراجع كيف يتم تنفيذ الاف ستيتمنت، وشكرا.